السلام ورحمة الله وبركاته. أبو بكر النوبي من كراماته إذا خرج بالليل من البلد تنفتح له الأبواب. أبو بكر العردوك بن فتيان الشطي، والله في عائلة كويتية الشطي الفراتي، كراماتي صح، كان يشم خرقة فيها رائحة المجنون فيفيق المجنون ويكون بينهما مسيرة أيام كثيرة. من كراماتي أمسك يوما شيطانا فخنقه خنقا شديدا ولم يفلته حتى أسلم، هو وقبيلته توفي عام 673. أبو بكر العفوري، حان الله أساميهم صعبة، العيفوري، من كراماتي حضر يوما في بيت لاهية قرية من بساتين دمشق حرسته، حرس الله تعالى من جهة باب توما، وجرى وقت طيب، وفي أثنائه دخل فقير أعجمي وقال للشيخ: لما لا أديت خادمك وقد وضع الإبريق غير مستقبل القبلة كعادة أصحاب الأدب؟ فنظر الشيخ أبو بكر إلى الإبريق فاستقبل القبلة وإلى الخادم فوقع ميتا، توفي سنة 693. أبو بكر من علي بن عمر الأهدل اليمني. أيوة انظر قريبه بدل موجودين في الفيحة. اي والله، اي والله شفتهم اصدقاء الوالد ابو مجدي بدنا دينار نصب بنزين، خلي احنا بنزين على الاخر، لهم قيمه وعلم اهل علم وساده عشان نودي والله البا علوي. من كراماتي ان هره كانت تاتيه فيطعمها وكان اسمها لؤلؤة، فضربها الخادم ذات ليلة فماتت، فرمى بها ولم يعلم الشيخ بذلك، فقال له: أين لؤلؤة؟ فقال: ما أدري. فناداها الشيخ: يا لؤلؤة! فجاءت تجري، توفي سنة 700. مش عارف سبحان الله.